هنسيبه كل سنين مش هنسيبه. جايين هنا ان شاء الله جايين عشان نتفرج على المعتقلين الثوره ومن اهمها اتفرج عن 8 ضباط 8 ابريل. دول الضباط 8 ابريل دول هم ضحوا بمستقبلهم وحياتهم كلها علشان خاطر حريه لمصر. في كلام كتير ان هو بيقول لك احنا نبدا صفحه جديده، وبس عشان نعرف نبدا صفحه جديده نحط نقطه من اول السطر، لازم نمسح القديم. ما ينفعش ان احنا نبدا ونقف عصر الاخوان، مش مشكله دي، نديهم فرصتهم بس لازم يخرجوا اللي ضحوا عشان البلد دي. مش هينفع نبدا اي حاجه من غير ما الضباط دول يخرجوا، لان كده يبقى احنا جعلناهم ضحيه للثوره. الضباط اللي تم الافراج عنهم، في كتير من الضباط اللي تم الافراج عنهم ما خدوش حقوقهم حتى الان، ما رجعوش وظائفهم حتى الان. محمد مرسي يا رجل الدين، محمد مرسي يا رجل الدين، هاد اخواتنا المعتقلين، هاد اخواتنا المعتقلين. في بعض التاكيدات بتقول ان الضباط احتمال يخرجوا قبل انتهاء البرنامج ال100 يوم. احنا ما بنحطش دوت نصب للاعين، ولكن احنا مكملين في طريقنا. نختار وسيله تصعيد متقدمه شويه الفتره اللي جايه، لو ما تمش الافراج عنهم مش هنقدر نكشف عنها، بس في وقتها هتبقى موجوده ان شاء الله. حرية 27 حرية.